نكمل حديثنا حول دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الوارد في الصحيفة السجادية، الدعاء الثالث الخاص بدعائه لحملة العرش ولملائكة الله عليهم السلام. بعد أن تحدث الإمام عن القسم الأول الخاص بالملائكة المقربين وصلى عليهم، عرج الإمام في دعائه بالصلاة على الملائكة الذين هم دون حملة العرش ودون المقربين من ملائكة الله، فقال: وعلى، يعني يا ربي صلي وعلى وصلي على الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك. قسم من هؤلاء الملائكة كانت مسؤوليتهم أو مسؤوليتهم أن يوصلوا تلك الرسائل السماوية إلى الأرض. الآن ما هي صفات هؤلاء الملائكة؟ والذين لا تدخلهم سأمة من دؤوب، عملهم دائب، نشاط وجد في إنجاز المسؤوليات الملقاة على عواتقهم، بحيث أنهم لا يسأمون، لا يشعرون بملل نتيجة هذا العمل الدائب والمستمر، ولا إعياء من لغوب ولا فتور، يعني لا إعياء ولا فتور، إذن لا ملل ولا تعب ولا إجهاد ولا إحساس بالحاجة إلى الراحة، بل هم في عمل دائب نشط مستمر. الإنسان من طبعه إذا كان في عمل مستمر يشعر بعد مدة من الزمن أنه بحاجة إلى أن يستريح، وأحيانا يشعر بالملل من الروتين المستمر في أمر ما، ولذا ينتظر الناس نهاية الأسبوع بفارغ الصبر حتى يخرجوا من ذلك الروتين المستمر والعمل والإجهاد الذي يعانون خلال أيام العمل الجاد، وبالتالي تكون نهاية الأسبوع محطة بالنسبة إليهم لتجديد طاقاتهم وللعمل، الانطلاق من جديد للعمل بقوة خلال الأسبوع منذ بدايته، الأسبوع المقبل منذ بدايته. أما بالنسبة إلى الملائكة فهم لا يشعرون لا بالتعب ولا بالملل ولا بالحاجة إلى الراحة، وبالتالي عملهم دائب ومستمر. طبعا اليوم الأمر بالنسبة إلينا، أنا أتكلم عن الكويت يعني الآن الواقع، الأمر أصبح مختلفا، يعني ساعات العمل والإنتاج عند كثير ممن هم في سوق العمل، الإنتاج ضعيف جدا في مقابل ساعات الراحة وساعات الاسترخاء وساعات اللهو. أصبح عنوان الاسترخاء وطلب الهدوء والراحة والابتعاد عن الجدية والبحث عن اللهو أصبح هو العنوان الغالب عند الإنسان، وهذا شيء مؤسف أن تصل الأمور بالإنسان الذي يستطيع أن يعطي في يومه ساعات وساعات من العمل، من المؤسف أنه لا يبحث إلا عن الراحة، ثم يستقطع من أيام العمل أياما من أجل أن يضيفها إلى أيام نهاية الأسبوع، فلا تعرف بالتالي ما هي أيام العمل من أيام نهاية الأسبوع، بل أصبح الأسبوع هو في بدايته قد انتهى. هذا الهم من أجل البحث عن الراحة والاسترخاء والتخلي عن المسؤوليات، هذا خلل كبير. بعض المؤمنين من الحريصين على المسائل الشرعية يسألون: هل يجوز لي أن أخذ مرضية؟ على سبيل المثال اليوم المرضيات تشترى، يدفع للطبيب مبلغ من المال أو لجهة معينة مبلغ من المال يستخرج مرضية حتى يتهرب من العمل، أو من خلال علاقات أو غير ذلك. يسألون: هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ هل الراتب الذي أخذه في مقابل ساعات عمل لم أنجزها
وتهربت لسبب، هل هذا جائز؟ هل يجوز لي أن أذهب الحج وقد قدمت مرضية كاذبة؟ المسألة لا تخص فقط أن يجوز أو ما يجوز، في إثم أو ما في إثم، هل هذا المال الذي أتقاضاه في مقابل هذا حلال أم حرام؟ عليك أن تفكر في حقوق الناس التي تضيع من خلال تهربك من موقع العمل. عليك أن تفكر أيضا في قضية التنمية التي تتأخر عجلتها بسبب هروبك من موقع العمل. عليك أن تفكر في زميلك الذي يشاركك في موقع العمل ويتحمل إنجاز هذه المسؤوليات بينما أنت قد ألقيت على عاتقه دون وجه حق، دون أن تستحق ذلك، ألقيت على عاتقه تلك المسؤوليات. عليك أن تفكر في هذه. فالإسلام لا ينظر فقط إلى مسألة الحلال والحرام والثواب، ولا ينظر فقط إلى قضية حلية الراتب أو عدم حليته. هناك نصوص كثيرة تتكلم عن إتقان العمل، عن إنجاز العمل، عن الجدية، عن التنمية. ألا نتداول، ألا نتناول حديث النبي صلى الله عليه وآله أن لو كانت بيدك فسيلة نخل ثم تقوم الساعة ازرعها، ازرعها، بمعنى أن التنمية مطلوبة حتى آخر لحظة من الحياة. فكيف نحن نفهم المسألة ونؤطرها في إطار فقهي في جوانب فردية ولا ننظر إلى الصورة بمجملها؟ في سنين الطفولة كنا نتعلم قصة النملة التي تعمل بنشاط وبحركة دائبة وتحمل أضعاف وزنها من أجل أن تنقل هذا الطعام أو تؤدي مهمة ما. الإمام زين العابدين عليه السلام يقدم لنا صورة الملائكة ذات العمل الدؤوب المستمر بلا كلل ولا ملل ولا حاجة إلى راحة، وكأن الحياة من حولنا، كل مفردات الحياة من حولنا هي في نشاط وعمل، أما نحن فقد اخترنا الاسترخاء للأسف والهروب من المسؤوليات، خاصة جيل الشباب الذي يصدم وهو ما زال في مرحلة الدراسة، يصدم بأن الأمر بالنسبة إليك، التطور الوظيفي، أن إنجازك لا أن وضعك لا يعتمد على إنجازك على مدى ما تنجز، على مدى ما تتفوق، وإنما الأمر يرتبط بالوساطات وبالمحسوبيات وبالمصالح المتبادلة هي التي توصلك إلى المقام الفلاني أو الشأن الفلاني. هنا كيف يمكن لهذا الشاب أن يكون عنده طموح عندما يحتل موقعا في العمل ما، أن يعطي من نفسه وأن يبذل الجهد وأن يكون نشطا ولا يفكر بالراحة والاسترخاء؟ ثم يقول عليه السلام: ولا تشغلوهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات. هم في حالة مع العمل، هم في حالة ذكر دائم، تعظيم لله عز وجل مستمر ودائم. طبعا نحن لا ندعي أننا في خلقنا في طبيعتنا كالملائكة، الملائكة بلا شهوات بلا غرائز، نحن خليط من هذه الأمور، غرائز ورغبات وإلى آخره، ولكن لماذا نصب كل جهدنا في عمار هذه الدنيا وننسى الآخرة؟ أعود وأكرر، خاصة بالنسبة إلى الشباب، شبابنا أحبتنا، الحياة التي خلقتم من أجلها ليست هذه الحياة، مطلوب أن تعمروا هذه الحياة، ولكن أن تبذل كل جهدك وكل تفكيرك فقط من أجل الحياة الدنيا وعمارتها فهذا خطأ. عليك أن توازن بين ما تقدمه لهذه الحياة وما تقدمه للآخرة، توازن بين الأمرين. لا تنسى آخرتك. أين حضوركم في المساجد؟ أين حضوركم في مجالس القرآن؟ أين تفاعلكم مع القرآن؟ أين تفاعلكم مع الخطاب الديني الذي يريد لكم مصلحتكم؟ الشباب بحاجة إلى أن يربطوا قلوبهم بالله عز وجل، بآخرتهم،
بعمارة الآخرة. هذا الاندكاك في الحياة الدنيا لن يوصلكم إلى السعادة التي من أجلها خلقتم. أنتم خلقتم من أجل السعادة، ولكن هذه السعادة غير متحققة في الدنيا فقط، هناك سعادة أخروية ولا تتحقق فقط من خلال العمل من أجل الدنيا. حتى العمل الذي من أجل الدنيا عليك أن تفكر كيف تجعله قرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الاندكاك في الماديات فلن يوصلك إلى شيء، ستقابل الله عز وجل يوم القيامة وميزان أعمالك لا يرتقي إلى المستوى الذي يعينك للدخول إلى الجنة ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى. عليك أن تفكر أيضا في هذه النقطة. الخشع الأبصار فلا يرومون، يعني لا يطلبون النظر إليك. النواكس الأذقان كأنهم ينكسون أذقانهم، يعني رؤوسهم يطأطئونها خشية وخشوعا لله عز وجل. وانظر إلى جرأة الإنسان اليوم الملاحدة وأشباههم اليوم يتحدون الله عز وجل. أحدهم يقول على شبكة الإنترنت، يقول أنا لن أؤمن بالله حتى أن أرى هذه الذبابة التي أفعصها بيدي وتموت أراها تحيا، ولن أصدق ولن أؤمن حتى لو وجدتها قد عادت إلى الحياة إلا أن أرى الله جالسا عندي وهو يقول لها انهضي فتنهض، حين ذاك لربما أؤمن. هناك تحدي بهذا المستوى اليوم يعيشه شبابنا فيما تطلق من أفكار، من انحرافات، من وسوسات شيطانية تأتي على لسان البعض وتنتشر عبر شبكة الإنترنت وتصل إلى الشباب، ثم يعيشون حالة من التوهان في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، في دينهم، بإسلامهم، بنبيهم، بقرآنهم. هذا الأمر يقول الإمام زين العابدين عليه السلام، انظروا إلى الملائكة كيف أنهم يعيشون الخشوع والخضوع ولا يرومون النظر إليك، رؤوسهم مطأطئة خشوعا لله سبحانه وتعالى. فما أجرأ هذا الإنسان على الخالق العظيم. الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك، فهم يعلمون أن كل شيء بيد الله ومن عند الله سبحانه وتعالى. المستهترون بذكر آلائك، المستهتر يعني المولع بالشيء، الوله الذي لا يذكر إلا هذا الشيء. المولعون بذكر آلائك، والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك، والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة بكل ذلك تلك العبادة والانسحاق في ذات الله والطاعة والعمل الدؤوب، بعد ذلك تقول الملائكة بأنه ما عبدناك حق عبادتك. فكيف للإنسان أن يواجه الله عز وجل يوم القيامة وهو يقدم حصيلة حياته في بضع صلوات مثلا أو صيام بضعة أيام، ويقول أنا أطعت الله في حياتي، أنا ما عصيت الله إلى آخره، ويطالب الله سبحانه وتعالى بالجنة. فصلي عليهم، اللهم ارفع درجتهم وقرب منازلهم إليك. وللحديث تتم بإذن الله تعالى.